ماض وحاضر، عنوان شغف يطارده الشاب الفلسطيني طارق البكري لسنوات. يرصد البكري في عمله وعبر عدساته مآلات الهندسة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كيف كانت وكيف أصبحت، من سكنها ومن بات فيها. مهمة شاقة لا تقتصر على التصوير ومعالجة الصور، وإنما تمتد إلى عملية بحث مضنية في التاريخ والأسماء، ثم التواصل مع أصحاب الأرض في شتاتهم ليرسلوا له الأصل. تعززت للبكري فكرة المبادرة بعد عودته من الدراسة في الخارج واحتكاكه بفلسطينيي الشتات. حينها لاحظ أن كثيراً من القرى المهجرة في بلاده لم تحظى بفرصة التقاط صور لها ولسكانها قبل النكبة. بعدها قرر التواصل مع العائلات الفلسطينية في المهجر. هذه العائلات كانت ترسل إليه صوراً لمنازلها وعقاراتها قبل النكبة ليعيد تصويرها لهم من الزاوية ذاتها. يقول الشاب إن الهدف من المبادرة هو ربط فلسطينيي الشتات بماضيهم وبتاريخ الآباء والأجداد، ما من شأنه تعزيز روح الانتماء لأرض احتلها غزاة أجانب.